احد التقنيات اللي كنت مره متشوق لها بعمل 2019 على طول طلعت من بدايه المعرض حق CES، وكانت مع مين؟ مع سامسونج. تخيل انك تحصل على قوه خارقه. خلينا نتعرف على هذه التقنيات سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وفي معرض CES يكون فيه أقسام كثير، وكثير من العارضين يعطونا آخر التقنيات والشيء المستقبلي اللي هم قاعدين يشتغلوا فيه. هذا الفيديو فقط عن أشياء شفتها في قسم سامسونج. أحد هذه الأشياء شيء كنت مرة متشوق له كثير تكلمت عليه، واللي هو الإكسوسكيلتون، الهيكل العظمي الخارجي، وهذا بتكلم عليه كيف أنه عرضوه عندهم. ولكن خليني أعطيكم جولة بالأشياء اللي موجودة في نفس قسم سامسونج، واللي فعليا كانت جدا جميلة لأنه التقنيات واسعة، مو فقط قاعدين نتكلم على أجهزة وجوالات. فلو بديت أول شيء في الشيء المعتاد مع الـ 5G، سامسونج عرضت بعض الأجهزة الخاصة في قطاع الاتصالات من الـ 5G. ما أتكلم على جوالات تدعم الـ 5G فقط، لا، نتكلم على أبراج ونفس الميكروويفات الخاصة في اتصالات الـ 5G. لقيت شيء مستغرب أنهم عرضوا هذا الشيء هنا في CES، ويمكن الشيء اللي خلاهم يعرضوا هذا الأجهزة وهذه التقنيات الدخول للسوق الأمريكي، ويكون هم أحد مزودين نفس خدمات الـ 5G، بدل ما يصير اعتماد من السوق الأمريكي على السوق الصيني أو نفس مصنعين تقنيات الـ 5G في السوق الصيني. عارفين أنه تقنيات الـ 5G متوفرة حاليا عند نوكيا، متوفرة عند إريكسون، ومتوفرة عند هواوي. فلما تجي سامسونج بذكاء تطلع الـ 5G وتحطه هنا في المعرض، أكيد قاعدين يقولوا للناس اللي في أمريكا ترى إحنا كمان نقدر نجيب لكم 5G، لا تعتمدوا على الصينيين أو على مثلا الألمان، لا اعتمدوا علينا يا جماعة. غير الـ 5G كان موجود موضوع الروبوتات اللي طلعوها. نعم، سامسونج أطلقت 3 أنواع روبوتات، واحد منهم المفروض يصير يستبدل البشر في بعض الوظائف، وبتكلم عليها. أول حاجة في الروبوت الأول اللي من الوظائف حقته هتلاحظوا أنها إنسانية أكثر. إنسانية كيف؟ من يقيس نبضات القلب، يقيس العوامل الأساسية اللي موجودة في الجو، يساعد على مبدأ الصحة، يبدأ يكون روبوت جنبك ويتحس عليك ونمط التنفس حقك وانت نايم، على أساس يشوف كيف الباترن، كيف نمط النوم عندك والتنفس له كويس ولا لا. اول ما تقوم يصبحك بالخير، وبعدين يقول لك ترى انت نمت 8 ساعات نوم كويس عميق، حالتك حاله كذا، اعطيك درجه النوم حقتك، او لا هذه كانت على ضغط الدم، اعطيك كذا على درجه ضغط الدم ووضعك، يذكرك بالادويه، يعطيك اصوات تساندك، موسيقى شيء تساندك في يومك، برضه يصير مساعد لك في بعض المهام وتسولف معاه الى حد ما. فلو لاحظتوا من الاشياء اللي قلتها، هذا البوت اللي اسمه الواحد البوت كير، كير اللي هو من الرعايه، لو تكلمنا على هذا الهدف الاساسي اللي هو يسويه هو الاهتمام بمثلا الكبار في السن او الناس اللي بحاجه هذه الرعايه. ايضا طلع النموذج الثاني اللي شكله رايق بس تمنيت لو صبغوه اصفر، كان بيشبه مينيون. لو تكلم على السامسونج بوت اير، روبوت اير، هذا هو السريع، ظهر النموذج المخفف. هذا النموذج برضو عندهم سنسرات، طلعوا مثال انه لو صار مثلا حريق ولا شيء في المطبخ حيصير هذا الروبوت يقدر يحاول يطفي الاجهزه ويضبط الامور، اذا كانت طبعا المنظومه ذكيه في المنزل. وبرضه الروبوت الثالث اللي هو سامسونج بوت ريتيل، ريتيل بائعين التجزئه، قطاع التجزئه، بائعين التجزئه. والمثال اللي حطوه نفس سامسونج على هذا الروبوت انه يستبدل نفس الجرسون، يستبدل نفس الشخص اللي عندك في المحل اللي يجي يقعد يضيفك، الخادم هذا اللي يجي يساعدك في نفس المطعم، ها وش تبي تاكل، وش تبي تتغدى، ترى الحساب كذا، هو يستبدل هذا الشخص ويصير يجي يعرض لك على شاشة موجودة عنده في نفس الجهاز، يقول لك وش تبي أكل، تختار الأكل، يجيب لك إياه بالتبس اللي موجود وراه، وبعدين تصير كمان تدفع وتحاسب من نفس الجهاز، لأنه في برضه دعم لتقنية الـ NFC موجودة تحت الرقبة، يعني NFC على أساس أنك تدفع بالبطاقة إذا هي فيها هذه التقنية. هذا الشيء كان موجود عندهم في قسم سامسونج، ما توقعت يطلعوا روبوتات بالكم هذا، ما تشبه روبوتات زي الروبوتات الكمبانيونز يسموها، اللي هي تصير معاك شريك معاك، تقعد تكي معاك وتونسك زي بعض الشركات الاخرى زي سوني اطلقوها. لا، هذول قاعدين يركزوا على الرعايه اكثر ويركزوا على خدمات الاتصال. ايضا في قسم سامسونج كان من الجميل انهم طلعوا تلفزيونات الـ 8K. نعم 8K، ما في محتوى كبير 8K، على اساس كذا نفس التلفزيون فيها ذكاء صناعي بمعالج الكوانتم ايضا اللي موجود فيه، اللي حيقدر يصير يسوي ترقيه من محتوى مثلا 4K الى 8K، والترقيه هذه تصير بالتكستشر موديلينج، هذا كله يصير من نفس المعالج، بالاضافه الى
انهانسمنت، تطوير لمنظومه الاتصال بينك وبين نفس الشاشه على اساس الامور والمهام تتم بشكل اسرع، فتكون الشاشه كويسه بالنسبه لك بدل ما تكون الشاشه عبء. ايضا مع نفس التلفزيونات هذه تكلموا عن التعامل بينهم وبين امازون، هذا التعامل المفروض يجيب معه وشو محتوى 8K يصير انت تتفرج عليه وانت رايق على اساس انه امازون برايم عندنا ما هي عندنا. فننتظر برضه ونشوف الخدمات الاخرى اللي بتجيب لنا 8K. لا ننسى مع الستريمينج مع البث المباشر اللي انت تسويه بث المحتوى تحتاج الى قدره اتصال جيده، فعندك اكثر من نقدر نقول شيء لازم ينحل قبل ما تكون تلفزيونات ال 8K تنتشر. اتذكر قبل 5-6 سنين كانت تلفزيونات ال 4K يتكلم عنها بشكل كبير، والحين تلاقيها شيء عادي متوفر تلفزيونات 4K في كثير من البيوت. الشيء الرايق كمان وذكرته في حلقه الاخبار الماضيه تعاون بين سامسونج وبين ابل عشان يجيبوا حاجتين. اول شيء بيجيبوا على التلفزيون الايتونز، زي ما انتم شايفين في الفيديو هذا شعار الايتونز موجود عندك ايتونز يصير، ومحتوى الايتونز موجود في شاشات سامسونج غير المحتوى كثير اللي موجود من نفس المشغلين الاخرين، عندك النتفليكس، عندك تطبيقات البليكس، عندك البرايم، عندك هولو هنا في امريكا، عندهم كثير من الخدمات اللي موجوده مدمجه في التلفزيونات الذكيه، فايتونز حتصير قادمه. سالتهم متى بتجي؟ قال التحديث حيكون على تقريبا نصف السنة إلى نهاية السنة. كل التلفزيونات اللي من عام 2018 و2019 الذكية اللي تدعم هذه التقنية ستحصل على الترقية، وحيصير من خلال تحديث تقدر تحصل على الايتونز فيها، فشيء كويس للناس اللي يهتموا بمحتوى الايتونز على شاشات الذكية حقتهم اللي من سامسونج. وقبل ما أروح على الإكسوسكيلتون، أيضا سامسونج عرضت في قسمها لو تكلمت على السيارة وكيف يقدروا طوروا من تجربة التواصل بينك وبين السيارة مع دمج أكثر من شاشة، الشاشات هذه ذكية وعندهم كاميرات وما كاميرات وحساسات وعندهم تتبع حي وواقعي لنفس قائد المركبة. فلو تشوفوا في هذا الفيديو نفس الشخص اللي قاعد يسوق لما يشتت انتباهه على نفس الطريق السيارة تنتبه وتصير تحذر وتنبه هذا الشخص لو هو نعسان ونايم، برضو تحذر وتنبهه على أساس أن قيادتك تكون آمنة، وهذا توجه للذكاء الصناعي والسيارات على أساس تكون autonomous تكون تلقائية القيادة. هذا الشيء الكثير قاعد أشوفه هنا في المعرض. طبعا لا تنسوا أرجع وأذكر أقول الألفاظ بالعربي وبالإنجليزي على أساس أنه نعاون بعض ونعرف اللفظ من الجهتين، وأكيد اللغة العربية دائما عندنا الأساسية. جيت الحين للشيء اللي مرة كنت متحمس له اللي هو نفس الإكسوسكيلتونز اللي طلعت فيها سامسونج. نتكلم على جيمز، مصطلح جيمز نفسه لو تكلمت عليه تعني جواهر ككلمة، ولكن هي اختصار ل Gold Enhancing and Motivational System، نظام اللي هي التحفيز والتطوير للجولد نفسه. هذا النظام اللي طلعوا سامسونج وعرضوا نوعين منه، النوع الأول اللي سموه جيمز هيب، هيب خصر. فجيمز هيب مخصص للأشخاص اللي يحتاجوا مساندة في الحركة من ناحية الأفخاذ، نفس الجهاز حيصير يقدر يساند الأفخاذ بحركة بسيطة جزئية ويساند في نفس تحسين أسلوب المشي لو كان في عرجة ولا حاجة زي كذا. أيضا نفس هذا الإكسوسكيلتون يستخدم في التطوير والتحفيز برضه في الجري، بيخليك كأنك قاعد وانت تمشي كأنك تمشي تحت الموية، بتحس في شد على نفس الأفخاذ، هذا الشد يساندك في تقوية العضلات وتطوير العضلات. فهنا نتكلم انه احد مزايا الاكسوسكيلتونز اللي دائما كنت اتكلم عليها الهياكل العظمية الخارجية اللي تكسبنا قوات خارقة، هذه احد التطبيقات المبدئية لها. فنقدر نقول مع التحديثات حتمكن من اشياء اخرى، حركة اسرع اثناء الجري، تطوير اكثر لنفس منظومة العضلات اللي عندك، وهذا شيء كويس. النوع الثاني للساق، هذا النوع اللي للساق يجي مع الساق ويربط لتحت الرجل، فيصير يساند في حركة الرجل مع نفس الساق ويطور من نفس الكفاءة، فيساند الأشخاص برضو اللي عندهم مشاكل ويحسن من الأشخاص وأدائهم اللي يحتاجوا بناء عضلات وتقوية لهذه المناطق. فهذا الإكسوسكيلتون اللي طلعوها نفس سامسونج، ولاحظتوا تكلمت في سامسونج عن نفس وجودهم في السي اس، ما كان كالعادة يجيبوا لك تابلتات كمبيوترات ويجيبوا لك شاشاتهم وبس، لا جابوا تقنيات، وهذا الشيء اللي كان جيد جدا لتواجدهم. واكيد الشراكه بينهم وبين شركه ابل في نفس الايتونز بالاضافه للاير بلاي، ترى الاير بلاي برضه احد الخدمات الاخرى اللي جايه، بيصير تعاون بين سامسونج وبين ابل، برضه حتجي على الاجهزه القادمه حتحصل على نفس الاير بلاي، فيصير انت تربط المحتوى نفس جوالات الايفون مباشرة تربطها على شاشة سامسونج الداعمة لنفس الاير بلاي بدون ما تحتاج تكون عندك ابل تي في. في العادة احنا نبغى نعرض شاشة الجوال حق الايفون على نفس الشاشات لازم يكون في ابل تي في كوسيط،
كروم كاست ما تضبط، فلا لازم عندنا ابل تي في نعرض الشاشه، نصير نوصل شاشتنا على نفس التلفزيون. سامسونج الحين حيكون لهم يد جدا كويسه وعليا في السوق انه داعمين لنفس خدمة الاير بلاي. هذا شيء مرة بطل، ترى يعتبر كتعاون بين شركتين جدا كبيرة. نهاية الفيديو، كل فيديو فيه اقسام وفيه اشياء جدا كثيرة، وقاعد ابحث لكم على تقنيات، فدعواتكم. ما بحاول اجيب لكم الشيء العادي، لا بجيب تقنيات جدا كثيرة ومحفزة موجودة هنا في معرض السيس، فدعواتكم لي. نهاية الحلقة وكل حلقة لا تنسون من دعمكم، دعمكم حتى مو باللايكات وبس، لا بالدعوات ليترلي. فنهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واشوفكم على خير. واروح الحين ابحث عن تقنيات جديده ايضا في السي اس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.